بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الأولى، أولادي وبناتي، يسرني اليوم أن أشرح لكم شابتر فيزيائية العين لهذا اليوم، وأيضا فيزيائية الإبصار. هذا الفصل المهم والمفيد جدا والجميل، وإن شاء الله يكون سلس وسهل بالنسبة لكم. إذا نبتدي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Physics of eye and vision. إذا راح نبتدي بالsense of vision اللي هي حاسة البصر. عندما نتكلم عن هذه الحاسة المهمة، most of our knowledge of the world around us comes to us through our eyes. إذا إحنا معظم المعلومات والknowledge والinformation اللي نحصلها من العالم الخارجي ومن الenvironment تجينا عن طريق حاسة البصر، وصحيح عن طريق العين أيضا. نعم تجتمع معها حواس أخرى، لكنه نعتمد بالدرجة الأساسية على حاسة البصر. حاسة البصر تتكون من 3 major components. طيب الجزء الأول والأهم هو الأيز. نشوف هنا الأي مثل ما تشوفون بهاي الصورة. من ايش تتكون العين؟ احنا راح نجي على تشريحها بعد كم سلايد، لكنه بصورة عامة هنا تتكون العين من الايرس اللي هو الجزء الملون. هنا تشوفون هذا الجزء الازرق، هذا الايرس يغلفه من الخارج فد انتفاخ شفاف اللي هو الكورنية. الكورنية هي القرنية والايرس هو القزحية اللي أخذتوه قبل في دراستكم. هذا الثقب الموجود في وسط العين هو البيوبول اللي هو البؤبؤ، بؤبؤ العين. من خلال هذا البؤبؤ تدخل الأشعة الضوئية إلى داخل العين وتدخل إلى الشبكية. من توصل للشبكية الأشعة الضوء، من توصل للشبكية راح تتكون إن هنا الإيمج. إذا هنا the eyes that focus an image from the outside world on the light sensitive retina. الريتنا اللي هي الشبكية هي light sensitive part of the eye، هو هذا الجزء الحساس واللي راح نتحدث عنه فيما بعد. عندنا الجزء الثاني system of millions of nerves that carries the information deep into the brain. إذا عندي ملايين الأعصاب اللي تحمل هاي المعلومات الصورية وترسلها للمخ عن طريق الأوبتيك نيرفز. الجزء الثالث هو الفيجوال كورتكس، هو الجزء المسؤول في الدماغ عن الإبصار. فلذلك يكون أي عطل في هذه أو في وظيفة أي من هاي المكونات الثلاثة راح يؤدي إلى البلايندنس اللي هو العمى. Our optical system has the following special features. خلينا نشوف شنو هي الخصائص اللي يتمتع بها هذا الـ optical system. The eye can observe event over a very large angle while looking intently at an object directly ahead of it. بالنسبة لنا إذا نشوف هنا عن العين اليمنى على سبيل المثال مثل ما تشوفون بهاي الصورة، العين اليمنى إذا تنظر باتجاه اليمين، طبعا العين باستقامة الفيجوال اكسس هسه هي باستقامته، في حالة وجود أي حدث أو أي حركة باتجاه اليمين ممكن أن تلحظ هذه الحركة من خلال زاوية مقدارها 90 degree. طيب أما باتجاه الليفت سايد راح تشوف أنه بزاوية أيضا ممكن أن تلاحظ وتشاهد زاوية 65 degree. طبعا ما تقدر تكمل لأنه بسبب النوز فيحجب عنها بقية الزوايا. لذلك فنشوف هاي الخاصية، نشوف أنه عندها wide angle of vision، مساحة واسعة من الزوايا للرؤية. طبعا هاي المنطقة تشوفون أنه ممسوحة مدى ما موجود بها إبصار، زين اللي هي درجة 17 تقريبا درجة. هذه هنا راح نتكلم عنها، هاي البلايند سبوت راح نتكلم عنها فيما بعد، ليش من العين ما تشوف هنا وشنو السبب، راح نتناولها فيما بعد. ايضا بالنسبه للنظر للاعلى
وللأسفل تشوفون أنه أيضا إذا العين نظرت باتجاه الفيجوال أكسس ممكن أن تلاحظ وتشاهد بزاوية بأنجل معين مقداره 50 ديجري للأعلى وأيضا 80 ديجري نحو الأسفل. إذا هذه ميزة رائعة للأوبتيكال سيستم. البلينكينج اللي هو ترميش العين لما الرمش ينزل ويرجع يرتفع، هذا يجهز لنا او يساعد الفرونت لينس اللي هي الكورنيا. احنا قلنا الكورنيا قبل شوي هي الانتفاخ الشفاف الموجود واللي يغلف الايرس وما بعده. طيب هاي الكورنيا ممكن ان يقع عليها دست، ممكن ان يقع عليها اي شوائب، ف عملية الترميش هاي تجهز لنا وتوفر لنا تنظيف كلينر اند لابريكيتر وتزييت لهذه المنطقة. Rapid automatic focusing system permit viewing object as close as 20 cm 1 second and distance object the next. طيب اذا احنا لو نجيب هسه كاميرا ونريد نسوي نشوف يعني نصور فد جسم موجود قريب إنه وليكن على بعد 20 سنتيمتر، راح نلزم الكاميرا ونرجع نسوي فوكسينج وممكن أن تكون مغوش الصورة وممكن أن تكون، فإلى أن نضبط الصورة والفوكسينج مالتها حتى نقدر نحصل على صورة واضحة، مو صحيح؟ طيب هذه بعد لحظة من أخذنا الصورة نريد ناخذ صورة ثانية لجسم خلي يقع يعني بالمالانهاية بالإنفينيتي أو جسم بعيد جدا زين distant object، هذه الكاميرا ما ممكن أنه تقدر رأسا تأخذ صورة للجسم البعيد بعد أن التقطت صورة لجسم قريب جدا. لازم أيضا أن نحاول نضبط الصورة ونضبط المكان إلى أن نحصل على صورة واضحة. احنا سبحان الله عندنا هذا الاوتوماتيك فوكسنج سيستم عندنا اياه بالعين بحيث ممكن هاي اللحظه تنظر وتسقط صوره على الريتنا وهو الجسم قريب جدا، وبعد لحظه ثانيه ممكن ان تركز زين وتسوي فوكسنج على ديستنت اوبجكت. اذا معناها هاي قابليه العدسه لعدسه العين على ان تغير التركيز على أي أوبجكت موجود قريب أو بعيد، هذه ميزة أيضا. عندنا the eye has automatic aperture adjustment اللي هو الأيرس، عندي القزح هي الأيرس، هذا يعتبر ضابط أوتوماتيكي زين فتحة ضابط أوتوماتيكي لفتحة العين للبؤبؤ حسب معدل الضوء الساقط على العين. العين إذا تتلقى ضوء كمية ضوء عالية طبعا ما تقدر تستقبلها كلها، فالآيرس شو يسوي؟ رأسا يغلق فتحة البيوبول أوتوماتيكلي زين إلى أن ممكن أن تتأقلم العين على كمية الضوء ويرجع يفتح شوية شوية. فإذا عندي هنا هذه المهمة للآيرس. طيب عندي الكورنيا has a built-in scratch remover، أي خدش ممكن أن يصيب الكورنيا هذا الجزء الشفاف ممكن أن تعالج نفسها، even حتى لو كان أنه يعني blood supply أو أوعية دموية ما بيها. إحنا نعرف أنه الكورنيا ما بيها blood supply ما بيها أوعية دموية زين، لكن ممكن أنه repair local damage ممكن أن تعالج هذا الدمج اللي يصير بيها itself. طيب the eye has self regulating pressure system، احنا نعرف انه ضغط العين تقريبا 20 مليمتر اتش جي، عندي 20 مليمتر زئبق، هذه تقريبا معدل ضغط العين. فاذا دائما عندي self regulating pressure system هذا maintain يحافظ على هذا الانترنال بريشر للعين وايضا يحافظ لنا على الشيب مالتها زين، حتى اي عمليه دعس او انبعاج للعين او اي شيء اذا تلزم عينك تضغطها ما راح ياثر على الشيب وراح ترجع. The eyes are mounted in well protected casing almost completely surrounded by bones.
إذا العين تكون محمية بشكل جيد من خلال الـ bones of skull لعظام الجمجمة اللي تحيط بيها. أيضا حماية ثانية تعطى للعين من خلال الـ cushion of fat اللي هي الوسائد الدهنية، هاي من شأنها أن تسوي reduce sharp shock اللي ممكن أن تصيب العين. The image appear upside down on the light sensitive retina at the back of the eyeball. الصور دائما الايمجز دائما تكون مقلوبه راسا على عقب على الرتنا، لكن البراين اوتوماتيكلي راح يسوي كوركشن لوضع الصوره. The brain blend يدمج the image from both eyes. اذا عندي هنا الصور القادمه من العين راح يقوم الدماغ بدمجها، من خلال هذا الدمج راح ينطينا giving us good depth perception and true three dimensional viewing، راح ينطينا رؤيه ثلاثيه الابعاد وعمق ادراكي جيد للاوبجكت اللي دا تنظر له العين. بالنسبة للمسلز اللي تخص الموفمنت اوف ذا اي او اللي هي في الحقيقة flexible movement ممكن ان تقسم الى 6 pairs. عندي 1 pair اللي هو يكون up and down يخص حركة العين بالنسبة للأعلى والأسفل، وأيضا عندي the other pair for left and right side and the other pair for rotation اللي هي الحركة الدائرية وقد تكون أيضا diagonally قطرية. الناس بصورة عامة تقسم إلى فئتين، فئة ما تعاني من مشاكل بصرية زين، هذول نسميهم إيميتروبس، لكن الفئة الثانية اللي تعاني من الفيجن امبرفكشن اللي هي مشاكل بصرية راح نتناولها فيما بعد، هذول نسميهم أميتروبس. الآن ابتداء خلينا نشوف هاي الصورة الموجودة أمامكم واللي تحدثنا قبل قليل عنها. العين هنا الفات كوشن الموجودة الوسائد الدهنية، أيضا هنا 6 pairs of muscles المسؤولة عن movement of the eye، شوفوها تكون مرتبطة جميعا behind the eye with the bones of skull مع عظام الجمجمة. طيب الآن نتناول موضوع جديد وهو focusing element of the eye. إذا هنا نشوف شنو هي الأجزاء المسؤولة عن عملية الفوكسينج أو التركيز أو تبئير الصورة وإسقاطها على الرتنة بشكلها الصحيح. The eye has two major focusing components. إذا عندنا إحنا جزئين مهمين لهذه العملية. أول شيء الكورنيا اللي هي which is the clear transparent bump on the front of the eye that does about two-thirds of the focusing. إذا ثلثين عملية الفوكسينج مسؤولة عنها الكورنيا، ولذلك نسميها الفرونت لينز العدسة الأمامية. الجزء الباقي من عملية الفوكسينج اللي هو ينطي الفاين أو النهائي أو الفوكسينج بشكل الدقيق النهائي تقوم باللينز الأصلية للعين. نشوف هنا the cornea is fixed. هسه هذا تشريح الاناتومي of the human eye. إذا نريد نشوف هنا الكورنيا، هذا هو الترانسبيرنت بامب، هذا اللي نشوفه الانتفاخ الموجود شفاف يكون، هذا هو الكورنيا. طيب بعد الكورنيا هنا راح يكون الايرس، هذا الجزء الملون عادة يكون اسود جوزي او اخضر او ازرق عند بعض الناس. فبين السبيس هذا الموجود between the cornea and the lens هذا يكون filled with شنو؟ بسائل يسموه aqueous humor. هذا السائل معظمه يكون عبارة عن water. زين هذا هو المسؤول عن تغذية الكورنيا. هذا السائل يكون موجود. طيب بعد الaqueous humor والiris هنا عندي اللينز، تشوفوا هاي اللينز موجودة، هاي العدسة تكون متغيرة بالشكل variable in shape، مو مثل الكورنيا. الكورنيا هي fixed مسؤولة عن عملية الفوكسنج لكن ما تقدر تغير شكلها. أما العدسة هنا اللينز لا تتغير شكلها حسب الأوبجكت اللي دا تنظر للعين،
زين، إن كان قريب أو إن كان بعيد، فممكن أن تتقلص وممكن أن تتمدد. زين، فلذلك بعد طبعا هنا أكو البيوبل اللي هو البؤبؤ الثقب الموجود، زين، واللي من خلاله تدخل الأشعة الضوئية إلى اللينس ومن ثم تسقط على الرتنة. هذه هي الرتنة الموجودة، زين، بالآيبول. طيب احنا السبيس هذا الكبير الموجود between the lens and retina هذا يملي منه الفيتريوس هيومر. فيتريوس هيومر هذا ايضا خليط مثل الجيلي، زين، هو اللي ينطي الشيب عادة بهالشكل. هاي العين هو اللي ينطي الشيب للعين بهالشكل ويملي هذا السبيس الموجود. زين، هنا هاي الفوبيا سنترالس راح نجيها فيما بعد. بالنسبة لهاي المنطقة هنا الاوبتيكال نيرف اللي العصب البصري المربوط بالعين واللي يطلع وأيضا يوصل للبرين. هذه المنطقة البيضة الحافة منها إلى هنا تغطي معظم العين، شوفوها من فوق ومن جوا. هذه كلها هي السكليرة. السكليرة هي عبارة عن بياض اللي يغطي العين، يكون عبارة عن شيء تف، زين، لكنه مجرد هنا هذه يغطي العين وهي حماية أيضا للعين من هالاتجاه. ما موجود فقط في منطقة الإبصار اللي هي الكورنيا وما بعدها، ما موجود يكون. طيب بالنسبة هنا اللينس قلنا هي متغيرة في الشكل، أما بالنسبة للكورنيا هي fixed. The cornea focuses by bending or refracting the light rays. إذا هنا الكورنيا القرنية راح تعمل عملية الفوكسنج عن طريق البندنج إمالة أو refracting انكسار اللايت رايز. بواسطة عملية انكسار الأشعة الضوئية راح تحدث عملية الفوكسنج. شلون؟ ليش الكورنيا تكون محدبة؟ ليش تكون محدبة؟ ليش ما تكون فلات مثلا على سبيل المثال؟ إذا كانت فلات الكورنيا مستوية راح تدخل الأشعة الضوئية فقط اللي تقع أمام البيوبل، اللي تكون بموازاة الفيجوال أكسس وتكون مع الفيجوال أكسس. أما الأشعة الضوئية اللي فوق البيوبل واللي تحت البيوبل أبدا ما راح تقدر تدخل من خلال البيوبل وما راح توصل للرتنة. إذا هنا أنا عندي وجود الكورنيا بهالشكل هذا المحدب هو هذا اللي يساعد على أنه يجمع معظم أو أغلب الأشعة الضوئية ويسقطها من خلال كسر الشعاع الضوئي وتسقيطه جميعاً بالبؤبؤ ومن ثم دخول اللينس ومن ثم إلى الرتنة. طيب The amount of bending depend on curvature of its surface and the speed of the light in the lens compared with that in the surrounding material. إذن هنا شنو هذا؟ هذه دي يحكينا عن الرفراكتيف إندكس أوف ريفراكشن، المعامل الانكسار النسبي اللي نرمز له N، N small. هذا المعامل هو هذا اللي يتحكم كمية الأشعة الساقطة والمنكسرة والداخلة إلى البيوبل. كلما زاد الكيرفتشر of the cornea راح يبدي يزيد عندنا عملية سقوط الأشعة الضوئية، فتعتمد إذن تعتمد كمية الأشعة الضوئية الداخلة على مقدار الكيرفتشر of the surface of the cornea. طيب هنا أنا عندي بدنا نتحدث عن الاندكس اوف ريفراكشن، معامل الانكسار بالنسبة للكورنيا وبقية العناصر الأخرى اللي تتألف منها العين، other transparent part of the eye، هذه موجودة كلها بهذا الجدول table below. هذا الجدول اللي أمامكم نشوف هنا بالنسبة للكورنيا الاندكس اوف ريفراكشن معامل الانكسار لها 1.37، نشوف الأكويس هيومر 1.33 أقل منها. اللينس كفر ليش ماخذين لينس كفر ولينس سنتر؟ فده تشوفون هنا
cover and center، لأن أساساً اللينس هي عبارة عن layers، many layers، عدة طبقات. زين، شلون الأونيون، شلون البصل تتقشر تقشر. لذلك هنا احنا من دا نتكلم عن الكفر وعن السنتر، هذه دا ناخذ الافرج المعدل. زين، بالنسبة للكفر نشوفها انه 1.38، بالنسبة للسنتر 1.41، وبعدين هنا يجينا الفيتريوس هيومر اللي هو 1.33. اذا نشوفها تقريبا كلها هنا الالمنت هنا كلها متقاربة في الاندكس اوف ريفراكشن. لذلك لما نشوف انه when the cornea is underwater، لما الانسان يكون مثلا ده يسبح بالماء او بمسبح، المهم انه تحيط عينه المياه، الرؤية عنده تتضبب وما تكون واضحة. زين، مو مثل من الانسان تحيط عينه، اي يحيط عينه الهواء الجو العادي. ليش يختلف لما اللي يحيط العين هواء عن ما انه لما تحيط العين المياه؟ ليش تختلف الرؤية؟ ليش تختلف الوضوحية؟ السبب هو انه it is loses most of its focusing power. ليش راح تفقد هاي الفوكسنج باور مالتها؟ because the index of refraction اللي هو n of the water شقد مقداره 1.33. زين، هذا المقدار اللي هو معامل انكسار المي انتم ماخذيه بالعملي ومجربيه شلون مطلعيه منه 1.33، هذا معامل انكسار المي يكون قريب جدا close to that of the cornea اللي هي من الجدول احنا ماخذيها 1.37. فنشوف المعاملين متقاربه جدا close to، يعني احنا ما نقدر نقول متساويه، مو يساوي، مو علامه يساوي، وانما علامه مقارب إلى، يساوي تقريبا. زين، لمعامل انكسار الكورنية. لذلك نشوف أنه الوضوحية للصورة تكون قليلة. زين، بينما الإنسان لو بالهواء الجوي العادي يتحيط عينه الهواء، لا، نشوف يختلف والصورة تكون واضحة. ليش؟ لأن الكورنية شقد معامل انكسارها الاندكس اوف ريفراكشن 1.37، الهواء ايش قد معامل انكساره 1. فتشوفون اكو فرق 37%، هاي يعني من نقول 37%، هذا فرق كبير. اذا لما نشوف انه كل ما زاد الفرق في معامل انكسار مادتين تزداد الوضوحية، مثل ما بين سقوط الأشعة الضوئية ما بين الهواء إلى الكورنيا of the eye. زين، فهذا هو السبب الحقيقي لعدم وضوح الرؤية تحت الماء. The index of refraction is nearly constant for all corneas, but the curvature varies considerably from one person to another and is responsible for most of our defective vision. إذا معناها الإندكس أوف ريفراكشن اللي تحدثنا عنها بالسلايد السابق، معامل الانكسار هو متساوي لجميع الكورنيا، لجميع البشر، لكنه الاختلاف وين دي يصير؟ بالأمونت أوف ذا سيرفيس كيرفتشر أوف كورنيا، هو هذا مقدار التحدب هو اللي دي يخليه هو يكون مسؤول responsible for most of our defective vision، العيوب البصرية. إذا مقدار الكيربتشر هو اللي أصبح مسؤول عن الديفكتيف فيجن. شلون؟ إذا نريد نعرف هذه الأشياء راح نشوف if the cornea is curved too much، إذا عندي السيرفس مال الكورنيا كانت مقدار التحدب إلها عالي جدا، هنا راح يصاب الشخص البيشنت عنده near sightedness، إذا راح يكون عنده قرب بصر. ليش؟ لأن هاي الكورنيا محدبة بشكل عالي جدا، التحدب عندها عالي جدا، لذلك راح يصير عندها انكسارات عالية بالأشعة الضوئية. زين، راح نشوفها بعد شوي، مما يؤدي إلى التقاء الأشعة الضوئية قبل أن تصل للرتنة، لذلك راح نسمي هذا عنده near sightedness. أما إذا كان التحدب مال الكورنيا راح يكون not enough curvature
زين غير كافية، يعني أقل من الشيء المطلوب، فهذا راح يؤدي إلى أيضا راح يكون عندي عيب بصري آخر راح يكون اسمه far sightedness. إذا هنا عندي بعد بصر نتيجة عدم تحدب الكورنية بالشكل المطلوب. طيب عندي مرض آخر أو عيب بصري آخر يسموه uneven curvature اللي هو الاستكماتزم. هذا الاستكماتزم أيضا راح نتناوله في نهاية الفصل، ناتج عن عدم تساوي مقدار التحدب لجميع نقاط الكورنية. يعني تشوفون أكو تحدب في منطقة معينة، لكنه راح يقل هذا التحدب أو يزيد هذا التحدب في منطقة أخرى ضمن الكورنية. هذه هي أهم الأسباب اللي تؤدي إلى defective vision. طيب بالنسبة للكورنية بحد ذاتها، هي بيها قلنا living cells، خلايا حية موجودة بالكورنية. طيب لكنه بنفس الوقت تحدثنا أنه ما موجود any blood supply بالكورنية، ما عندي أوعية دموية. إذا هاي living cells الموجودة بالكورنية شلون راح تاخذ الأكسجين؟ لازم تاخذ أكسجين. إذا ماكو بلد يجهزها من راح تاخذ الأكسجين؟ راح تضطر بهذه الحالة إلى أنه get their oxygen from the air، إذا راح تاخذها من الهواء الجوي، لأن هي الكورنية ملامسة للمحيط ملامسة للهواء الجوي، راح تاخذ الأكسجين من الهواء القريب منها. طيب وجود او عدم وجود البلاد فيسلز، هل هذا يعني مهم بالنسبه للكورنيا؟ ابدا مو مهم. اصلا وجود البلاد فيسلز راح ياذينا ما راح يفيدنا. ليش؟ يعني تخيل هسه عندك الكورنيا بها اوعيه دمويه، يعني شو راح يكون نظرك للموضوع؟ شو راح تنظر للعالم الخارجي؟ راح تشوف الدنيا كلها حمراء، مو صحيح؟ فإذا احنا بالعكس، يعني عدم وجود البلاد فيسلز هذا راح يساعدنا أكثر في الرؤية. طيب للنيوتريانس أيضا، مسألة تغذية هذه السيلز الموجودة بالكورنية، من راح تاخذ الغذاء مالتها؟ احنا قلنا وتحدثنا سابقا أنه الكورنية مثل ما تشوفون هنا، شنو اللي يقع خلفها ما بين الكورنيا وما بين اللينس؟ شنو موجود؟ اكو هذا السائل اللي معظمه هو ووتر، نسميه اكويس هيومر، هو هذا اللي راح يغذينا الخلايا الموجودة بالكورنيا. طيب وايضا يكون ملامس إلها هذا الاكويس هيومر، contains all of the blood components، ما يحتوي على جميع مكونات الدم ما عدا البلاد سيلز. إذا الكورنيا استكراشت اتضررت أو حدث بيها خدش أو أي ضرر بسيط، ممكن it will heal itself، تعالج نفسها بنفسها. لكن أكو بعض الأضرار يعني تكون دائمية، مثل إيش عندنا؟ some type of radiation. إذا هاي types of radiation مثل عندنا الألترافايلت، الأشعة فوق البنفسجية اللي تجينا عادة من أشعة الشمس، النيوترونز، الإكس راي، هاي كلها من شأنها أن تأذي الكورنية. وش تسبب لها؟ تسبب الأوباسيتيز، العتامة في الكورنية، فتشوفون الكورنية تصبح مضببة ومعتمة بحيث تصعب عملية النظر أو الإبصار. زين فمن تتكون بهالشكل هذا راح يكون صعب جدا انه توصل الاشعه الضوئيه الى داخل الرتنه، تسوي لها بلوك اوت، يعني تحجب الاشعه الضوئيه. اصبح الان من الممكن it is now possible to perform cornea transplant. اذا عندي اني عمليه زراعه الكورنيا اصبحت موجوده ومنتشره جدا حاليا. زين اكو كثير من الدول وخاصه الدول الاوروبيه عندها بنك من الاعضاء organ banks، and هاي تسوي شكو اعضاء بالجسم ممكن ان تزرع. اكو متبرعين
وأكو ناس أصلاً بعد الوفاة يتبرعون ويكتبون تعهد أنه أني أوافق على أنه أتبرع بأعضاء جسمي كاملة أو بعض الأعضاء خصوصاً بعد وفاتي. فهذه الأمور ممكن أن تحدث، لذلك أصبح من السهل أنه إذا حدثت عندنا مثل هيك أمور أنه نزرع كورنية جديدة من أشخاص from donors shortly after death، بعد أن يتوفون بمدة بسيطة. هذه هي الكورنية لما تحدث بها الأوباسيتيز. شوفوا شلون هاي معتمة، نسميها كلاودي كورنية، هنا أنا شوفوا مضببة زين. فممكن تحدث عملية الترانسبلانت الزراعة بعد أن يسوون ريموفينج للبوتن الجزء العلوي من الكورنية، وبعد ذلك يجيبون من الدونر يجيبون الكورنية الجديدة ويسووا لها سويتشر، يخيطوها بهالشكل هذا. لذلك هذه العملية موجودة وتلاقي يعني نجاح عالي. ليش؟ لأنه الكورنية أصلاً هذا له ميتابوليزم رايت، يعني معدل الأيض مالتها واطي، لذلك ما راح يصير من البادي، ما راح يصير ريجكشن عنده، ما راح يرفض هذه الكورنية مثل ما ممكن أن ترفض في زراعات أخرى. بعض الأورجان ترانسبلانت يصير أكو مشاكل ويرفضها الجسم، لكن لا، الكورنية ممكن أن يتقبلها الجسم، وكثير تلاقي هاي العملية نجاحات. The lens in Table 1 has focusing properties at both its front surface and its back surface. طيب، إذا إحنا مثل ما تكلمنا سابقا نعرف أن اللينس هي عبارة عن made up of many layers. هاي layers didn't have the same index of refraction، ما عندها نفس الرفراكتيف index، وبالتالي فإحنا من نشوف هذا الجدول الموجود نشوف lens cover lens center. طيب منا نحن بدنا ناخذ الافريج فاليو، الافريج فاليو لل refractive index of the lens. بالنسبة لل focusing power of the lens، هل تتوقعون ال focusing power لل lens أعلى أم للكورنية هو الأعلى؟ من خلال هذا الجدول ممكن أن نحكم. خلينا نشوف اللينس، من اللي يحيط باللينس؟ الأكويس والفيتريس هيومر. إذا نشوف الرفراكتيف إندكس للأكويس هو 1.33، وبالنسبة للفيتريس أيضا 1.33. طيب اللينس تتراوح ما بين 1.38 و 1.41. إذا هذه اللينس بمجموعها الكلي محاطة بسائل قريب جدا الرفراكتيف اندكس مالته إلى الرفراكتيف اندكس of this lens، مقارب جدا. طيب من يكون مقارب إلها، احنا قلنا الانكسارات راح تبدي يصير بيها تقل، يعني مقدار انكسار الأشعة الضوئية وتركيزها حتى توصل للرتنا راح يكون أقل مما هو وين بالكورنية. لأن الكورنية شنو اللي يكون قبل الكورنية؟ الكورنية هذه مباشرة في اتصال مع الهواء، الهواء الرفراكتيف اندكس إلى شقد؟ 1، والكورنية شقد عندها؟ 1.37. طيب فإذا أكو فرق كبير زين، 37%. من يكون هيك الفرق معناها راح يدخل الأشعة الضوئية وتعاني انكسارات أكبر، حتى ممكن أنه توصل للبيوبول ومن عندها لللينز ومن ثم للرتنة. طيب إذا معناها من الفوكسينج باور أكثر؟ من اللي عنده قدرة على أن يركز ويوصل الأشعة الضوئية أكثر زين في عملية التبئير أو تركيزها؟ منو؟ الكورنية. الكورنية عندها focusing power أكثر، بينما اللينس عندها less than of the cornea because
It is surrounded by substance that have index of refraction close to its own. هذا السبب. طيب نجي على النقطة الثانية هنا اللي تركناها. نشوف إنه lens is more curved in the back than in the front. هذه هي اللينس، هذه الصورة وراح أتحدث عنها هسه. نشوف إنه اللينس هنا بالجهة الخلفية زين، in the back نشوفها more curved than in front. زين تشوفوها هنا التحدب أعلى أيضا بهذه الصورة، هنا يكون أوضح. ليش؟ هاي معناها إنه اللينس تقدر تغير change its focal strength، تغير من قوة التبئير أو قوة التركيز للأشعة الضوئية من خلال تغيير شكلها أو تغيير الكيرفتشر مالتها، مقدار تحدبها. طيب ليش اللينس تغير من شكلها؟ اللينس عادة احنا قلنا it is variable in shape، مو مثل الكورنية. الكورنية كانت fixed، لكنه اللينس لا، متغيرة في شكلها. زين شنو الشيء اللي يساعدها على هذا التغيير؟ اللي يساعدها على التغيير وانه تكون بهالمرونة هاي فليكسبل زين بهالشكل هذا هو الفوكسنج ماسل. تشوفون هذه؟ هذه هي الفوكسنج ماسلز اللي مسؤولة عن عملية شد او عملية ارتخاء اللينز. طيب ايضا عندنا اشياء اخرى اللي هي السسبنشن فايبر، هذه الألياف، ألياف التعليق اللي مرتبطة بها اللينس. هذه الأشياء تساعدها المسلز والفايبرز، تساعدها في أن تركز وتغير من الشيب مالتها ويكون عندها هاي الفلكسبيليتي. طيب هذه من خلال هاي الصورتين بالنسبة لهنا اللينس عندكم بهالشكل هذا، تشوفوها مور فلاتن، يعني تشوفوها تقريبا مستوية الشكل مالتها، بينما هنا الكيربتشر مالتها عالي. تشوفون هنا مور سبيريكال مور كيرف عن الصورة الأولى. في تصوركم شنو الاختلاف بين هذه وهذه بالنسبة للجسم اللي دا تنظر للعين؟ يعني بشكل أدق، الجسم اللي تنظر له هذه العين هل هو قريب أم بعيد؟ ونفس السؤال بالنسبة لهذه العين، هل الجسم اللي تنظر له العين قريب أم بعيد؟ طيب خلي نفرض أنه نشوف بالنسبة للصورة الأولى هنا، نشوف أنه العدسة هنا اللينس مرتاحة ريلاكس زين، لذلك هي عادة تكون فلاتن. تشوفوها بهالشكل هذه. طيب من تكون العدسة فلاتن معناها دا تصرف قوة أقل، معناها in the lowest power، قوة أقل معناها العين مرتاحة بهاي الحالة. العين ترتاح بهالشكل والعدسة بهالراحة هذه لما تنظر إلى أجسام بعيدة، بعيدة عن العين. لذلك نشوف لما هو نطلع عادة للصحراء، صحراء أرض، أرض فلات ماكو بيها أي شيء، فلذلك العين ترتاح، حتى تأثيرها على النفسية ترتاح النفسية. لأن شنو؟ لأن ماكو شيء يغلق ويحجب على مدى الرؤية، لذلك ممكن أن تنظر إلى ما لا نهاية. زين فإذا الأجسام البعيدة لما تكون بعيدة عن العين تسبب راحة لللينس زين، وراحة للمسلز للفوكسنج مسل ايضا. فنشوف بهالشكل هذه. اما بالنسبه للجسم لما يقترب منها، كان يكون مثلا كتاب ده تقربي قريب من العين، فلذلك تضطر اللينس ان تتحدب، تصير مور كيرفتشر هنا، مور كيرف مور سفيريكال، بحيث يعني تاخذ بشكل مشدود زين، حتى تقدر وتركز زيادة بالفوكسنج مالتها، حتى تقدر تركز على الأجسام القريبة. إذا هنا بهاي الحالة راح تكون بالgreatest focusing power، راح تصرف
طاقة أكبر في حالة الجسم يكون قريب. إذا العين تتعب من الأجسام القريبة وترتاح لما تنظر لأجسام بعيدة. أبعد نقطة ممكن أن يوصلها الجسم، أبعد نقطة ممكن أن يوصلها الجسم أمام العين بحيث العين تبقى تشوفه بكل وضوح، زين، رؤية واضحة، وأيضا العضلات تظل ريلاكس ومرتاحة، هذه نسميها الفار بوينت، زين، النقطة البعيدة، الفار بوينت اللي ممكن أن تشوفها العين. لذلك فالإنسان الطبيعي النورمال فيجن، الفار بوينت إلى دائما تكون الانفينيتي المالا نهاية، ممكن يشوف إلى أبعد نقطة الفار بوينت. لكن بالنسبة للعين اللي تشوف الأجسام القريبة، أقرب نقطة ممكن تشوفها العين وتركز وتشوفها بكل وضوحية، زين، وين تقدر تقرب الكتاب إلى أقرب نقطة ولا زلت تشوف بأريحية ووضوح، زين، هاي ممكن نسميها النير بوينت. النير بوينت، لذلك هذه الأمور راح تشوفوها هسه بالسلايدين القادمة، أنا تكلمت عنها ووضحتها لأن أحتاج هذا الرسم، أحتاج هذه الصورة حتى أوضحها بشكل أفضل. تحدثنا عن اللينس، شلون هي مكونة من many layers like onion، وتحدثنا عن refractive index of lens، وبالسلايد السابق كما تحدثنا أيضا عن focusing muscles، عن suspension fiber، واللوست باور اللي تصرفها العين، زين، لما تكون الأجسام بعيدة عنها، جسم بعيد distant object، وأيضا تحدثنا عن الفار بوينت، فما يحتاج نعيد هذا الكلام من جديد. تحدثنا أيضا عن الكلوزر objects، الأجسام القريبة من العين، وشون انه اللينس راح تكون تاخذ شكل spherical shape، وشون راح تكون في طاقة او في عندها greater focusing power لانه تصرف طاقة اكبر في سبيل التركيز على الجسم القريب. وتحدثنا ايضا عن النير بوينت، لكن بقى موضوع انه مثل ما تكلمنا عن الفار بوينت وقلنا انه النورمال اي او النورمال فيجن يكون الفار بوينت الى الانفينيتي ما لا نهايه، لكنه بالنسبه للنير بوينت ايضا للنورمال اي او النورمال فيجن راح يكون مقدارها 25 سي ام. اذا معناها هذا، ولنفرض انه هذا كتاب، زين، وقريب الى العين، أفضل رؤية وأفضل وضوحية، زين، للكتاب عندما يكون على بعد 25 سي ام. إذا نحاول أن نقرب أكثر من 25 سنتيمتر راح يؤذي العين وتؤذي اللينس، فلذلك أفضل قراءة مريحة، زين، more comfortable بالنسبة لللينس، هي أن يكون على بعد 25 سي ام. In this slide, we will talk about a new concept, accommodation. To understand the meaning of accommodation, we will talk about this image. بالنسبة هنا عندكم distant object، جسم بعيد، العين دا تنظر له، اللينس مثل ما دا تشوفون flatten، focusing muscle relaxed، دا تنظر بأريحية لهذا الأوبجكت وهو بعيد عنها. الرايز of the light راح ترجع ترتد reflect from this object وتلتقي وتسقط على الرتنة. طيب الفار بوينت عرفناها أنه هي أبعد نقطة يكون بها الجسم بحيث تقدر اللينس والعين تراها بشكل واضح وبشكل مريح comfortable.
ممكن أن يكون للإنسان اللي عنده normal vision تكون بالإنفينيتي مثل ما تحدثنا سابقا، لكن اللي عنده defective vision راح تصير هنا تختلف، قد تكون الفار بوينت إلى مترين، 5 أمتار، 20، وهكذا حسب نوع الديفكتيف فيجن اللي عنده إياه. طيب بالنسبة للجسم القريب اللي هو الكلوز أوبجكت اقترب من اللينس، نشوف اللينس راح تبدي تاخذ شيب جديد، زين يزيد ال spherical shape مالتها more curved، ونشوف هنا راح تبدي تسوي more focusing حتى تقدر تلتقط الصورة لهذا الجسم القريب منها، وأيضا تسقطه على الرتنا وتشوفه. طيب هنا النير بوينت أيضا هي أقرب نقطة ممكن أن تشوفها العين للجسم بشكل واضح وبدون إجهاد. طيب هذه النير بوينت والفار بوينت، عملية تغيير الشيب لللينس، هاي الفلكسبيليتي، هاي الإلاستيكيتي اوف ذا لينس حتى تغير الشيب، changing its shape، هذه العملية نسميها accommodation، يعني مقدرة اللينس على أن تتكيف، اللي هو معناه تكيف، accommodation معناه يعني تكيف، مقدرة اللينس على أن تتكيف مع بعد الجسم إن كان بعيد أو قريب حتى تقدر تركز وتسقط على الرتنة، هذه هي accommodation. طيب تتصورون الإنسان دائما عنده مقدار ثابت من accommodation؟ أكيد لا. By aging بعد أن يكبر الإنسان يتقدم بالعمر تفقد هاي اللينس، تفقد الأكوموديشن مالتها. As people get older their lenses lose some accommodation، إذا ما عادت عندها القدرة على تغيير الشيب مالتها بشكل سريع وبما يتلائم مع بعد الجسم. لذلك تشوفون الإنسان الكبير بالعمر مثلا الشيخ كبير لما يريد يقرأ ورقة ما يقدر يقراها بشكل صحيح إلا شوي يبعدها، لأن اللينس مالته ما تقدر تتحدب، ما تقدر تاخذ الكيرفتشر المطلوب من عندها حتى تقدر تركز على الصورة القريبة بالورقة. لذلك لما يفقد هاي الأكوموديشن، هاي راح نجي على كونسبت جديد وهو البريسبايوبيا اللي هو الأولد سايت. هذا الأولد سايت results when the lens has lose nearly all of its accommodation. مثل ما تحدثنا سابقا عن الكورنيا وقلنا انه ممكن يصير بها دامج ولازم بعدها نسوي كورنيا ترانسبلانت، ايضا اللينس like the cornea can be damaged by ultraviolet and other forms of radiation. ايضا مو بس بسبب الراديشن، ممكن انه due to aging، ايضا ممكن هذا يكون سبب انه يؤدي الى الكاتاراكت. الكاتاراكت هنا مثل ما تشوفون هو انه العين او اللينس بالذات تفقد its clarity، تفقد شفافيتها، تفقد صفائها، مثل ما تشوفون هنا هذه الاي without cataract، تشوفون عين طبيعية والبيوبل على لونه الأسود، وهذه هنا اللينس كلير لينس. طيب بالنسبة للفيجن تشوفون انه يكون واضح كلير ايمج، يشوف والنظر يكون طبيعي. اما بالنسبة للكاتاراكت اي تشوفون هنا البيوبل يبين عندنا ابيض، ليش؟ بسبب انه اللينس فقدت its clarity، فقدت شفافيتها، فقدت وضوحيتها، زين وبذلك تكون الايمج مالتها تكون اللي تنظر لها تكون مغوشة وغير واضحة. هنا تشوفون هنا النورمال اي شكلها الطبيعي، بينما الكاتاراكت اي بهالشكل هذا يكون البيوبل ابيض اللون. طيب هنا بالنسبة
الكاتاراكت لما يصير عندنا بهالشكل هذا راح نلجأ إلى إزالته. It is possible to remove a damaged lens surgically. إذا طريقة جراحية راح نرفع هذه اللينز زين اللي بيها كاتاراكت and add extra correction to glasses. إذا راح نضيف أيضا بالنسبة للنظارات راح نسوي correction وتصحيح البصر من خلال الجلاسز. طبعا بهاي الطريقة no accommodation is then possible لأن أساسا هو الأكوموديشن هو اللينز، وبما أنه أصلا اللينز إحنا رفعناها فبعد خلاص no accommodation. أيضا ممكن أن نلجأ بطريقة ثانية وهي أنه نستخدم artificial lens عدسة صناعية أيضا يزرعونهم إياها بدل اللينز اللي بيها كاتاراكت، عملية ممكن للكبار ما يحتاج يعني تخدير عام وإنما بتخدير موضعي، وبالنسبة للأطفال طبعا تخدير عام لأنه يتحركون، وأيضا هاي اللينز ممكن أن تعوضهم نفس الباور لللينز الطبيعية ممكن أن تعوضهم عن اللينز اللي فقدوها. Now we finish cornea and lens and we will explain the pupil. Pupil is the opening in the center of the iris where light enters the lens. طيب البيوبل هنا البؤبؤ مثل ما تشوفون هنا بهاي الصورة تشوفون انه it appears black. ليش هو اسود؟ Because essentially all of the light that enters is absorbed inside the eye. احنا نعرف الاجسام الملونة تمتص جميع الالوان اللي قادمة من الضوء الساقط عليها وتعكس فقط لونها الطبيعي. هنا البيوبل يمتص جميع الالوان للضوء الساقط عليه، لذلك ما راح ينعكس من عنده اي لون اخر، لذلك راح نشاهده باللون الاسود. طيب Under average light condition, the opening is about 4 millimeter. عادة هو 4 millimeter. لكن هاي القطر مالته الدايميتر، هل هذا ثابت بالنسبة للبيوبل هذا القطر؟ لا طبعا. It can change from about 3 millimeter in diameter in bright light. مثل ما نشوف هاي الصورة نشوف انه البيوبل بسبب البرايت لايت الضوء الساطع ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه كونستراكت بيكم سمولر ان دايمتر، لذلك راح يتقلص وتشوفون انه صغر الدايمتر او قطر هذا البيوبل ووصل الى 3 مليمتر. الحاله معاكسه لما نشوف انه الضوء اصبح خافت ديم لايت او داركنس ظلام يبدي ينفتح ويتوسع يصير بي dilating and become bigger full opening يصير حتى يصل إلى 8 مليمتر بهاي الحالة. هنا بهاي الإيمج تشوفون هنا ال portion of the retina المضاء لما يكون undilating pupil يكون constructed ويكون صغير في قطرة. شوفون هذا الجزء فقط هذا البورشن من الريتنا هو اللي مضاء، لكن في حالة انه الضوء راح يصبح دم او انه راح يكون عندنا داركنس ظلام راح يبدي يتوسع البيوبل ويصير بي دايليتنج حتى انه يحسن من الرؤية لما يدخل ويحاول ان يدخل الجزء الاكبر الموجود من الضوء الموجود داخل الغرفة أو داخل تلك المنطقة ويضيء هذا البورشن كله من الرتنة ويحسن الرؤية. So the changing of the light level from dim light إلى bright light وما يتبع طبعا من dilating or shrinking the pupil of the eye من راح يكون مسؤول عنها؟ A responsibility تقع على عاتق من؟ الايرس. الايرس هو اللي راح يكون مسؤول عنها لانه هو اللي راح يكون الاوتوماتيك ابارتشر ادجستمنت. طيب هل راح تكون الريسبوندينج مالت الايرس راح تكون فوريه بنفس اللحظه راح ينكمش او يتوسع؟ لا اكيد الموضوع
تيك تايم، الموضوع ياخذ وقت. خلينا نشوف ايش قد الوقت اللي يحتاجه حتى يتوسع او ينكمش. About 300 seconds are needed for it to fully open. إذا راح يحتاج حتى يتوسع بشكل كامل تقريبا 5 دقائق، 300 seconds. And about 5 seconds, فقط 5 ثواني are required for it to close as much as possible. نشوف من هذا المخطط، من خلال هذا المخطط نقدر نشوف انه في منطقة البرايت لايت هنا المحور الصادي الواي اكسس، هاي يقصد هنا بالبيوبل دايميتر بالمليمتر، هذا هو قطر البيوبل، بينما الاكس اكسس هو محور التايم والوقت اللي يحتاجه البيوبل حتى يتوسع او يتقلص. طيب بالنسبة لمنطقة البرايت لايت نشوف انه من الضوء الخافت يقع هنا 8 مليمتر قطرة الى ان يصل الى 3 مليمتر في منطقة البرايت لايت هنا 3 مليمتر. ايش قد يحتاج بالضبط؟ هذا هو التقاطع بالضبط الى 5 سكند، 5 سكند هنا حتى يصل الى 3 مليمتر in diameter. بينما بمنطقة الداركنس بالظلام نشوف انه من الزيرو التايم الى ان يصل الى 300 سكند، 300 سكند يحتاج هاي المدة كلها تقريبا 5 دقائق حتى يصل وين؟ الى 8 مليمترات in diameter. طيب معناها احنا لما ندخل نشوف، نلاحظها لما ندخل من غرفة مظلمة إلى ضوء الشمس، نخرج خارج البيت دائما شي يصير مباشرة نحس أنه الضوء دا يحرق عيننا، فينغلق مباشرة البيوبول بلحظات قليلة in 5 seconds. بينما أنت من داخل من منطقة ضوءها عالي أو ساطع إلى غرفة مظلمة تحس انه ما تشوف شيء، كأنه ظلام، بعد مدة تشوف انه تبدي تلاحظ الاشياء وتشوف اماكنها زين، لكن بعد تاخذ فترة التيك تايم الى ان تقدر تتأقلم وتشوف الاماكن بشكل واضح بالغرفة. طيب It is believed that the iris aid the eye. اذا هو دي يساعد الآي by increasing or decreasing incident light on the retina، الضوء الساقط على الرتنة، until the retina has adapted to the new lighting condition، إلى أن تقدر الرتنة تتأقلم مع اللايت الجديد، كمية الضوء الساقطة والداخلة عليه. We said before that aqueous humor fills the space between the lens and the cornea. This fluid, mostly water, is continuously being produced and the surplus, الفائض من هذا الأكويس هيومر, escapes through a drain tube. أنبوب تصريف شو نسميه؟ Canal of Schlemm. طيب أي انسداد يحدث بهاي القنوات المحيطة بالآيرس أو بلوك يسموه راح يؤدي إلى تراكم، تراكم هذا الأكويس هيومر مثل ما نشوف بهذه الصورة، يحدث تراكم به حول الآيرس بهالمنطقة. طيب من يصير انسداد بالقنوات هذه راح يؤدي results in increased pressure، يزيد الضغط in the eye. This condition is called glaucoma. لما يزيد الضغط على العين شو راح يصير عندي؟ راح يصير damage بالoptic nerves. ليش؟ لأنه الأنسجة مال العصب البصري راح تبدي تتلف من بعد أن يأثر عليها ضغط العين. هاي الجلاكوما عادة هي نسميها إحنا المي الأسود أو المي الأزرق، هذه تكون نتيجة زيادة ضغط العين بسبب تراكم هذا السائل المائي. طيب ممكن أن تعالج بالأدوية، ممكن أن تعالج بالجراحة إذا ما فادت الأدوية،
من خلال فتح القنوات المحيطة بالآيرس، وبعدين بذلك راح يسمح للخلط المائي هذا الأكويس هيومر أن يتصرف ويتدفق من جديد. طبعا هاي العمليات تصير للكبار والصغار حتى بعد الولادة. هاي نقدر نشوف من أنا النورمال آي، ونقدر نشوف الآي اللي تعاني من الجلاكوما. The aqueous humor maintains يحافظ على ال internal pressure of the eye at about 20 millimeter Hg. إذا الضغط الطبيعي للعين هو تقريبا 20 مليمتر زئبق. هذا الجهاز من خلاله راح يفحص ضغط العين، وأيضا أي انبعاج أو فرك أو ضغط على العين راح من شأنه أن يزيد ال internal pressure of the eye. The vitreous humor is clear jelly-like substance that fills the large space between the lens and the retina. هذا عندنا ال vitreous humor مثل الجل، fill the whole space between this lens and this retina. It helps keep the shape of the eye fixed and is essentially permanent. It is sometimes called the vitreous body. الآن نجي على السكليرا. السكليرا هذه هذا الكفر الأبيض اللي يغلف الآي بول كله عدا طبعا منطقة الكورنيا وما خلفها. The sclera is the tough white light tight covering over all of the eye except the cornea. The sclera is protected by transparent coating called the conjunctiva. The retina covers the back half of the eyeball. هاي مثل ما تشاهدون بهاي الايمج تشوف صورة او مقطع عرضي للريتنا. هنا نشوف الارتري، هنا نشوف الفين، الاوبتيك نيرفز هنا المنطقة يدخل منها. While this large expanse permit useful vision over a large angle, most vision is restricted to a small area called the macula lutea or yellow spot. إذا أنا عندي منطقة اللي هي اليلو سبوت أو ماكولا لوتية، في هذه المنطقة يتحدد معظم الفيجن. طيب ليش هنا دا يصير عندي معظم الفيجن دا يصير بهاي المنطقة على الرغم من إنه الشبكية تحتل منطقة واسعة جدا، وهذا شيء مفيد جدا على مود ينطيني لارج أنجل أوف فيجن، لكن التفاصيل الديتيلز اوف فيجن الفاين فيجن وين دا يصير هنا التفاصيل الدقيقة تحدث بهذه المنطقة. All detailed vision take place in a very small area in the yellow spots about 0.3 millimeter in diameter called the fovea centralis. هاي الفوفيا سنترالز عبارة عن هو كبيرة من الخلايا المخروطية اللي هي مستقبلات ضوئية نسميها الكونز. بسبب وجود هاي الكونز واللي هي مسؤولة عن وضوح الرؤية والكالرز الألوان والتفاصيل الدقيقة، لذلك هذه المنطقة هي اللي تكون بيها most vision بهذه المنطقة والتفاصيل الدقيقة في الفوفيا سنترالس. طبعا احنا بهذا السلايد كملنا الجزء الأول من الفيجن، وننتظر الجزء الثاني إن شاء الله راح يجيكم لاحقا، كل ما يخص بالمسائل الخاصة بالعيوب البصرية وكيفية تصحيح العيوب البصرية، وراح نشوف أشياء مهمة أخرى راح نتناولها بالجزء الثاني. شكرا جزيلا لكم وشكرا لاستماعكم.